هلا نحن عادة شو بنعمل يا جماعة؟ أي هريسة، أي بسبوسة ندهن سطح، سوري، قاع الطبق بالطحينة بيعطيها لون كثير حلو وما بيأثر على الطعم ابدا. يعني مش من الاشياء اللي في ناس بتخاف انه الطحينه تأثر على الطعم ابدا. انا بشوف ناس بدهنوا قوالب الكيك بطحينه 100% صاروا 100% ما إلها يعني زي ما عندنا مثلا ما بدهنها بتعطيها لون حلو من تحت، بتعطي لون حلو. هلا هون عندي 3 كوب من السميد، اوكي عندي 3 كوب من السميد. اذا هاي الوصفه ما فيها جوز الهند، هي سميد على الحل 3 كوب. راح اضيف لهم الاتي: عندي كوب كامل من الحليب البودرة على السميد، عندي كمان السكر. هلأ السكر رح أقولكم أنه بتقدروا تتحكموا بالكمية، يعني تقدروا تقللوها لثلاث أرباع الكوب، بس هي كوب. عندي بيكنج باودر وبيكنج سودا مخلوطين مع بعض، عندي شوية ماء الزهر داخل الخليط. هلأ بدي أضيف 3/4 الكوب، أنا عم بضيف على النظر ولكن بليز عيروا بالكوب المعياري، 3/4 الكوب من الزيت النباتي، ما فيها زبدة ولا سمنة. أوكي. هي شبيهة بالكيك، أنا برجع بحكي وبنوه، شبيهة بالكيك لأنها رح تتسقى بالحليب. هلأ حطينا الزيت، آخر إشي هون عندي القشطة. القشطة أنا حاطة معلب ونص، كاتبت لكم معلب ونص، إذا حطيتي المعلبين رح يطلع كتير، إذا حطيتي معلب رح يطلع قليل. معلب ونص فعلياً، فهيهم هي القشطة. ورح أبسبسهم مع بعض وأخلطهم حتى يتجانس معي الخليط. الموضوع كتير بسيط، وبعدين رح نفرجيهم شو التغطية اللي رح نعملها بالحليب. فإذا في عنا حليب بودرة بالداخل، وفي عندي للتغطية نوعين حليب تانين اللي هم الحليب المبخر، عرفتي تبع الشاي والقهوة، طبعا، والحليب المكثف. أوكي، مكثف محلى. يا عيني عليكي، بس طبعا كمية الحليب المكثف المحلى فقط نص كوب، فيعني أنت رح تاخدي حليب جوا البسبوسة اللي هو المجفف، ورح تاخدي الحليب البرة بالمكثف وبالحليب كمان وطبعاً المبخر. رح نستغني عن القطر. رح نستغني عن القطر تماماً. رح نستغني عن القطر تماماً. طيب أنا شو رح أعمل؟ تعطيني الصينية لو سمحتي. أنا رح أحطهم بالصينية وأمدها، وبعد الفاصل منكمل خطوات التسقية أو اللي تغليف اللي بدها تيجي فوق البسبوسة. خلطنا المقادير وبسيناهم ومديتهم بصينية مدهونة بالطحينة. شوفوا كيف طرية، هذا بفعل القشطة أكيد اللي فيها، والحليب الباودر اللي فيها، وطبعاً فيها زيت مش زبدة، وماء الزهر. هاي المعلقة الصغيرة اللي حطيتها كتير عاملة فرق بصراحة. هلأ أنا بس رح أعمل فيها هيك. هلأ إحنا رح نرجع نقطعها أكيد بعد الخبز، بس هاي عشان تكون أنت بالنسبة لإلك ميزان لعينك، حتى انت بعدين تقدري تقصيها بالطريقه الصحيحه. حلو، وبعدين بحس هذه بتعطي شكل حلو كثير بعد ما تطلع من الفرن. فانا بس هلا عم بعمل هاي التقطيعه. سلام على صينيه البسبوسه. حبيبتي تضحكوا. ضحك عليكي كيف سايريني. لا والله انها حلوه. شايفين؟ هلا بندخلها على فرن حرارته 200. سوري آسفة، ندخله على فرن حرارته 180 درجة لمدة 25 دقيقة. هلأ إذا حسيتيها ماخدة لون من شقة أكثر من شقة، لفيها، يعني افتح عليها ولفيها حتى تتأكدي إنه كلها أخذت لون بالتساوي الذهبي بالضبط. هلأ بعد الفرن رأساً، بعد الفرن رأساً وهي سخنة سخنة سخنة، بدي أحط عليها الحليب بارد. في حال استنيتوا عليها وبردت وما حطيتوا الحليب، بدكم تسخنوا الحليب بالضبط. اتفقنا؟ زي القطر. حلو، نفس فكرة القطر. عندي حليب مبخر عليه ماء الزهر برضو حتى كله يكون ماشي مع بعض ومنكه مع بعض، وعليه الحليب المكثف. فإذا حليب مبخر، حليب مكثف، ماء الزهر فقط. في عنا إذا هون نوعين حليب، وفي عنا النوع الثالث من الحليب هو داخل الوصفة بالحليب الباودر. فأنا زي ما قلت لكم هي شبيهة شوي بالكيكة التركية، أنا حسيتها لأن هي بتتشرب بثلاث أنواع الحليب. بس لا، هي فكرة إنك أنت غيرتي عن الكيكة. أيوة. بسبوسة، لأن هاي بالسميد، هذيك بالطحين، هاي بالسميد، فأنت رح تاكلي إشي مميز يعني غير الأشياء اللي بندوقها. زي ما اتفقنا حرارة 180 لمدة 25 دقيقة بتطلع معاكم، وهي سخنة 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 سخنة. شو بنعمل؟ بنسقيها بهذا الحليب. طبعا أنا هلا ما رح تزبط لأنها بردت طبعا، بس أنا عشان أفرجيكم لأني ما بقدر أحطها طبعا على النية. بتسقوها تماما، يعني انا هيك دلقتها، حتى اللي بده يشوف على الانستغرام حطيت الصوره وانا عم بسقيها لحد ما كله هذا شرب الحليب اللي عندي. وبعد هيك حطيت عليها الفستق الحلبي زي ما انتم شايفين، وقدمناها بالشكل النهائي. لنعملها بدنا 3 اكواب سميد، كوب حليب بودره، كوب سكر، معلب ونص من القشطه،
وثلاث أرباع كوب زيت، معلقة بيكنج باودر، نص معلقة صغيرة بيكنج سودا، معلقة كبيرة ماء زهر، خليط التغطية بدنا كوب، نص كوب حليب مبخر، نص كوب حليب مكثف، ومعلقة كبيرة من ماء الزهر. نعم صديقي.